السلام عليكم وأهلا بكم في الدرس 17 من كتاب سلسلة اسطنبول لتعلم اللغة التركية A2. نكمل الوحدة السادسة بالفقرة B. لطفان تعني لطفا. الكلمات التي لدينا: شكا بالإرميم، هل أستطيع الخروج؟ كزا بالير، من الممكن أن يغضب. إذن أرامز، لا يستطيع أخذ إذن. يمك إيابليرسنز، تستطيعون أكل الطعام. الجمل: بنجري أتشبليرمسن، هل من الممكن أو هل تستطيع فتح النافذة؟ أفت أتشبليرم، نعم أستطيع ذلك. دشاري تشكبليرميم، أفت شكابيلرسن، هل أستطيع الخروج إلى الخارج؟ نعم تستطيع الخروج. بوغن كاريابيلر، من الممكن أن تثلج اليوم. هافتا سونو سينما يجيدبيلرسن، في نهاية الأسبوع تستطيع الذهاب إلى السينما. هازرلك çalışması، cümleleri okuyalım. Örnekteki gibi izin, rica, tahmin ve tavsiye cümlelerini bulalım. علينا أن نحدد الجملة إن كانت توصية أو تخمين أو رجاء أو إذن. Belki İzmir'e gidebilirim. من الممكن أن أذهب إلى إزمير. هذه تخمين كما وضعها هنا. Anneciğim، أمي الحبيبة، bu akşam dışarı çıkabilir miyim؟ هل أستطيع الخروج إلى الخارج هذا المساء؟ هذا هنا إذن، إذن، الجملة في محل إذن. تكرار anlatabilir misiniz، هل من الممكن أن تشرح مجددا؟ هذه رجاء. تاكسيمده سينمايا gidebilirsiniz، باستطاعتكم الذهاب إلى السينما في تقسيم، هذه توصية. benim için markete gidebilir misin، هل تستطيع الذهاب إلى الماركت من أجلي؟ هذه رجاء. bugün hava kapalı، الجو مغلق اليوم، أي منغلق ذو غائم. yağmur yağabilir، من الممكن أن تمطر، وهذا هنا تهمين. نص الأوكوما الذي لدينا: أوتيل ده، في الفندق. كايا باي وريسبسيون جيرفليسي، الحوار بينهما. إي جنلر، يوم جيد. بانا ياردمجو أولابيلير ميسينيز، هل تستطيعون أن تساعدونني؟ إي جنلر أفندم، يومك جيد. ممنونيات لا، بكل امتنان. ريزرفاسيونونوز فار مي، هل يوجد لديكم حجز؟ افيت فار، دون جيجي تليفون لا ريزرفاسيون يابتردم، نعم يوجد، البارحة مساء قمت بعمل الحجز على الهاتف. سيز مراد باي اولابيلير ميسينيز ازمير دان، هل من الممكن أن تكونوا أنتم السيد مراد من إزمير؟ هاير، كلا. بنيم أدم كايا إسكندر، اسمي كايا إسكندر. ريزرفاسيونومو تشاناكاليدن يابتم، قمت بعمل حجزي من تشاناكالي. çok özür dilerim كايا باي، أعتذر كثيرا سيد كايا. tek kişilik oda rezervasyonunuz var، doğru mu؟ يوجد لديكم حجز بغرفة لشخص واحد، تك كيشيليك، لشخص واحد، دورمو، هل ذلك صحيح؟ أفت دورو، نعم صحيح. كاتش كيجي كالاجاكسنز، كاتش كيجي، كم ليلة؟ كالاجاكسنز ستبقون. تشارشامبايا كدر كالابيليرم، من الممكن أن أبقى هنا للأربعاء. بو كونودا size ne zamana kadar bilgi vereyim، في هذا الموضوع، إلى متى أعطيكم المعلومة؟ bize
kararınızı salı gecesi bildirebilirsiniz. من الممكن أن تعطونا المعلومة ليلة الثلاثاء أو قراركم يوم الثلاثاء. بيلديرماك هي تعريف، أي تعرفوننا بقراركم. ساعات 23:00 kadar bizi arayabilirsiniz. تستطيعون الاتصال بنا لحد الساعة 11:00. تمام. أوضة فياتي نادر. حسنا، ما هو سعر الغرفة؟ جيجيليك 100 تلا، 100 ليرة تركية للليلة الواحدة. بو كايت فورمونو دا دولدورا بيلير ميسينيز. وهل بإمكانكم تعبئة استمارة التسجيل؟ ödemeyi nakit veya kredi kartı ile mi yapacaksınız? هل الدفع، هل ستقومون به نقيت نقدا او كريدي كارتي الى، اي مع بواسطه الكريدت كارت. ميا باجاكسنز، هل ستقومون بذلك بالكريدت كارت ام نقدا؟ كريدي كارتي الى ادمي شمدي يابابيلير ميم، في الكريدت كارت هل استطيع القيام بالدفع الان؟ جيريك يوك، لا يوجد داعي. تشكش اشلاميني يابمدان ادايبيلرسنز، تستطيعون دفعه قبل أن تقوموا بأعمال الخروج، أي استمارة الخروج. تشكرلر، شكرا. بيركاج سورو دها سورا بيلير ميم، هل أستطيع السؤال بضع أسئلة أخرى؟ تابي سورا بيلير سينز، بالطبع تستطيعون السؤال. يمك için بنا إي بير لوكانتا تافسيه edebilir misiniz؟ من أجل الطعام، هل بإمكانكم توصيتي على مطعم جيد؟ توصية، أي توصية. çevrede çok lokanta var، يوجد الكثير من المطاعم في المحيط. أما ben size otelimizin lokantasını tavsiye edebilirim، ولكني أستطيع توصية مطعم فندقنا إليكم. Aşçımız çok iyidir. Tabbahuna jeyidun cidden. Dünya aşçılık yarışmasında üçüncü oldu. Kana el-thalith ou asbaha el-thalith fi musabakat el-tabkh el-alamiyye. Türk mutfağında uzman, khabir fil matbakh el-türki. Ayrıca İtalyan ve Fransız mutfağını da çok iyi biliyor. وإضافة إلى ذلك يعرف جيدا المطابخ الفرنسية والإيطالية. çok güzel lokantanız nerede؟ جيد جدا. أين هي، أين هو مطعمكم؟ lokanta 12. katta، المطعم في الطابق 12. طبعا هنا 12 لأن يوجد خلفها نقطة توحي بأنها للترتيب. bir de kafemiz var، ويوجد لدينا مقهى أيضا. lobinin girişinde sağda، في مدخل الفندق، مدخل اللوبي، sağda على اليمين. çok teşekkürler، iyi geceler. شكرا كثيرا، ليلة سعيدة. رجاء ederim، العفو. görevli arkadaş bagajınızı taşıyabilir، صديقنا الموظف من الممكن أن يحمل حقيبتكم. أوضة نمرانız 12-15. رقم غرفتكم هو 1215. يارن görüşmek üzere، iyi geceler efendim، التلاقي غدا، ليلة سعيدة. القاعدة التي لدينا yeterlilik fiili fonksiyonları، مهام أو وظائف، فعل الاستطاعة. ثلاث وظائف غير أن نقول يستطيع أو لا يستطيع. الوظيفة الأولى تكون لأخذ الإذن أو للرجاء كما في الأمثلة. صنفتان çıkabilir miyim، هل أستطيع الخروج من الصف؟ هذه الجملة يتضح فيها أنها لأخذ الإذن مثلا. hayır çıkamazsın، كلا لا تستطيع. bana saati söyleyebilir misiniz،
هل تستطيعون إخباري الوقت أو الساعة؟ هذه هنا للرجاء. لطفاً أكمي uzatabilir misiniz؟ هل من الممكن تمرير الخبز؟ هنا أيضاً تستخدم للرجاء. الوظيفة الثانية والتي يكون فيها التوصية، حين نوصي شخصاً لفعل شيء ما. إزمير ده، في إزمير. أفسي gezebilir. مريم أنا كليسيسيني زيارت edebilirsiniz. في إزمير تستطيعون التمشي في منطقة أفس وزيارة وتستطيعون زيارة كنيسة الأم مريم. هنا نقوم بتوصية أحد بأنكم تستطيعون فعل ذلك. بوش زمانlarında كتاب okuyabilirsin. في أوقات فراغك تستطيع أو لربما تقرأ الكتاب. نوصيه بقراءة الكتاب في زمن في أوقات الفراغ. أهلاً سونرا تياترو gidebilirsin. تستطيع الذهاب إلى المسرح بعد العصر. Göztepe'deki hastaneye gidebilirsin. تستطيع الذهاب إلى المشفى الذي في Göztepe. هنا للتوصية، نوصيه لأي مكان يذهب. الوظيفة الثالثة احتمال تخمين، احتمال والتخمين. بعض الأمثلة: Bu gece yağmur yağabilir mi؟ هل من الممكن أن تمطر هذه الليلة؟ Bu gece kar bile yağabilir. هذه الليلة من الممكن حتى أن تثلج. إذن هذه للاحتمالات طبعا أو للتخمين. Bu akşam toplantı olabilir. من الممكن أن يكون هناك اجتماع هذا المساء. للتخمين: تركيا ذا يشابلرم. أستطيع العيش في تركيا. هذا أيضا للاحتمال والتخمين. شكرا لكم على حسن متابعتكم لنا. أرجو الاشتراك في القناة عبر الضغط على زر اشتراك الموجود أسفل الفيديو، ودمتم في أمان الله.